العافية. إن شاء الله راح نبدأ معكم في التدريس إن شاء الله. إن شاء الله بهذه الطريقة أنها تكون جيدة وتكون واضحة وتقدر تستفيدوا منها أكثر شيء. إن شاء الله إحنا اليوم راح نبدأ أول درس بالنسبة لمادة الاستعاضة الثابتة اللي هي البروستودونتكس. بروستودونتكس يعني بروستود استعاضة ودونتكس أسنان. فهو it's a branch of dentistry that deal with the replacement of teeth and associated structures. فأنا التعريف بروستودونتكس is the dental specialty pertaining to the diagnosis, treatment, rehabilitation, caring, كل الfunction, the comfort for the replacement of missing teeth and associated structures. ففي عنا عدة أنواع من التركيبات. ممكن إن إحنا نكون في عنا سن نحضر نعمل كرام. ممكن في عنا إنه يكون bridge إنه مجموعة أسنان نحضر نعملها we'll make bridge. ممكن كمان نعمل crown over implant. ممكن removable. فعدة أنواع منها. فعنا لذلك عنا branches عنا fixed bridge. Okay. وفي عنا اللي هو removable بنقدر نعمل complete وpartial. وما هو المكسيروفيشل. المكسيروفيشل أخذناها هاي المادة الفصل اللي فات. فعنا هذه المادة إن شاء الله هتكون عن fixed bridge. فينا bridge عنا apartment tooth to which the bridge attached. إذا هو natural tooth هذا اسمه apartment. الريتينر will sit over the abutment. إذا هو الريتينر the part from the bridge that it will sit over the abutment. بعدين عنا contact اللي هو replacing the missing tooth. وعنا الconnector the connection between the abutment and the pontic. أنا بالنسبة للبريدج أنا عدد أنواع من البريدج. لكن before we talk about اللي هو الانتسلو الراتيو كم بيكون بالنسبة للعظم ولا الجرام وكم نقدر نركب. في الانتسلو احنا عنا الاسنان اللي نركب عليها دول اللي بالابيض وعنا الشادو هذا اللي هو المفقودين. كمية البوليدونتال ليجمنت البوليدونتال سيرفيس اريا اوف ذا ابوتمنت تيث should be equal or greater to the imaginary periodontal ligament of the اللي هو surfaces of the missing teeth. يعني كم عندي انا هون periodontal ligament بده يكون يشابهه اللي بدي اركبه انا لو بدي اتخيل وجوده. في عنا السبلنتنج اللي هو ان يكون عندي اسنان فيها حركه واسنان ثابته اركب عليهم حتى اني اثبت الجميع. هذا اسمه سبلنتنج. إذا عندنا الفيكس بارشل دينشر عندنا ان احنا البارشل دينشر ذات از لودد يعني ثبت بسمنتين او بسكروين اللي هو السكرو ريتيند على فوق الامبلانت. إذا هذا هو البارشل دينشر اللي بتثبت على اسنان طبيعيه انه هو دينشر ثبتناه على اسنان طبيعيه او على امبلانتس. بعدين عندنا اذا نتكلم عن انواع البريدجز. إذا في عنا اللي هو البريدج العادي سمبل بريدج عنا بكون ابوتمنتس وميسنج تيث بكون احنا عملناهم ريبليسد باي بونتكس. بعدين عنا الكومباوند انه يكون عنا نفس الشيء الابوتمنتس والبونتكس لكن جهه ما يكون فيها ابوتمنت تكون فري فتكون اللي هو الكانتليفر. بعدين عنا السيمي ريجيد انه الكونكتر واحد من الكونكترز يكون مش مرحوم لحم يكون انه ممكن يفكه وتركيبه. اوكي فهذا صار سيمي ريجيد او سيمي فيكس بريدج. بعدين عندنا الكانتليفر انه يكون عندنا جهه زي ما حكينا فيها ابوتمنت الجهه الثانيه ما فيها ابوتمنت فبكون فري معلق تعالي. اوكي اذا بعد هيك احنا نحكي عن الانلاي. بالنسبه للانلاي انه يكون عندي انا الفقد في السن بدي اعمله انا حشو بدي يكون شكله جميل بودي للمعمل. هذا الفقد بده يكون جوا السن من ده يعني not involve the cusps. فممكن انا اودي على المعمل يجيبوا لي جولد سيراميك والزقه تلزيق للمريض. اما الاونلي بيكون يشمل الكاسبس بتكون اكبر. الفينيرز اللي هو انه نعمل قشور هذا القشور facing يعني وجه بده يكون
عادة نعملها اللي يكون عندهم مثلا بحاجة انهم يجملوا اسنانهم، يغيروا اللون، يحسنوا اللون، في فراغات بين الاسنان وهكذا. اللوب كونكترز انه يكون عندي انا سنين بدي اركبهم بينهم سن صحيح ما بدي اصيبه، فبعمل اللوب من وراء انا حتى انركبه. اذا نرجع للكومبوننت اللي ناكد عليها، اذا عندنا الابارتمنت اللي هو الناتشرال توث اللي بدي اركب عليه، بعدين عندنا الريتينر اللي هو جزء من البريدج اللي بدي اركب فوق الابارتمنت، بعدين عندنا البونتيك اللي هي الارتفيشال بارت اوف اللي بدي اعمل ريبليسمنت للميسنج تيث، بعدين الكونكتر اللي هي الكونكشن بين ذا ابارتمنت اند بين ذا ريتينر اند ذا بونتيك. السبان لينث حكينا عنه، انه انا لازم المسافه اللي بدها تكون عندي الاسنان اللي بدي اركبها بدها تكون تساوي لمجموع البريدونتال ليجمنت اوف ناتشرال تيث، عشان هيك لازم ما يكون عندي long spans. اوكي، بعدين عندنا اللي هو tooth preparation، من هون احنا بنبدا على اساس لما يجينا ونصبه ونبدا نعمل عمليه، نبدا في عمليه التشميع. tooth preparation هذا طبعا بيكون عن طريق الاسنان، لازم انا لما يحضر هو يكون في عندي الاناتومي تبعت الاسنان موجوده، الفينش لاين يكون مبين، هذا ما يكون في عندي اي sharp edges موجوده، يكون كلياته rounded. فنتكلم عن التوث بريبريشن، اولا انه احنا في عندنا ريدكشن بالدوكين نسوي، هلا لازم يكون في عندي كليرانس بين اللي فوق واللي تحت، في عندي مسافه اللي اركب فيها. لما بدي اعمل مثلا عمل بريبريشن للاوكلوزال اريا، هذه الاريا بده يكون انه يحافظ على الاناتومي تبعها، فانه عملنا ريدكشن حافظنا على الاناتومي. برضه في عندنا في الاوكلوزال اريا، هذا هو الاوكلوزال ريدكشن، في عندي كمان المنطقة اللي بتعمل مضغ اللي هي الفانكشن، الفانكشنال كاسب. مثلا عندي في الأسنان السفلية الفانكشنال كاسب اللي هي البقل كاسب، في الأسنان العلوية عند البلاتال كاسب الخلفية، فهذه بعمل عليها أنا بيفل حتى إني أعطيها ثيكنس في التركيب، حتى إنها تكون في عندي قوية وتستحمل المضغ. بعد هيك بيجي عند الأكسيال وولز والمارجن، هذول لازم انهم يكونوا واضحين، واضح الفينيش لاين. ففي النهايه لما ننتهي احنا من التحضير بده يكون السن كلياته سموث زي ما حكينا، الاناتومي نحافظ عليها. في عندنا principle of preparation اللي عندي اللي هو biologic الconsideration اللي احنا بنعملها، مثلا البيولوجيك اللي هي الحيويه السن، انا بدي احافظ على السن. When we do the reduction we have to do it without pressure، حتى انما نعمل heat generation كمان we have to make irrigation، انه يكون في ترويه، يكون في تبريد. اوكي، ميكانيكال مثلا بالنسبه للميكانيكال انا بعمل انه عندي يكون مثلا retention form. retention form اللي هو الفيتشرز في التحضير اللي that it will prevent removal of the crown، فهذا بحافظ عليه بيمسكه. او كمان عندي resistance form، انا بعمل التحضير بحيث انه ما يسبب كسر في الكراون نفسها يعني. فإذا أنا بعمل ريتينشن فورم عشان يثبت، وريزيستنس فورم عشان ما ينكسر. إذا لازم يكون عنده ثيكنس معين أنا بلتزم فيه في التحضير. بالنسبة للتيبرينج والباراليزم، إحنا الريتينشن بيكون أكثر إشي لما يكون باراليل، لكن طبعا إحنا ما بنقدر نعمل باراليل لأنه حيصير في عنا صعوبة في خط الإدخال، فبنيجي نعمل شوي تيبرينج. لكن كل ما زدنا التيبرينج كل ما قل اللي هو الريتينشن. فبالنسبة للميكانيكال حتى نحافظ على الكراون ما ينكسر ويكون قوي، لازم انه انا اخذ ريدكشن بكميات معينة حتى اعطيه proper thickness للكراون. فعندنا مثلا كمان ممكن نعمل احنا لما يكون احنا بدنا نزيد في الريتينشن عن الكراون قصير، ممكن نعمل بقل جروف، نيجي احنا نحفره بكون في كمان بارلل، هذا بيعطي الباقل في منطقة الأمامية يعني من واجهته حتى يعطي ثبات أكثر. أو إذا بدي أعمل قوي أكثر ما يكسر، ممكن أعمل بروكسيمال جروفز. فزي ما حكينا ميكانيكالي حتى نحافظ على الكراون لازم يكون في عندي ريدكشن ويز، وحسب نوع التركيب. إذا كان بورسلان فيوز تمتر بكون في عندي ثيكنس معينة، بأخذ مثلا من الأوكلوزال بأخذ 1.5 to 2، من المارجن باخذ مثلا 1، وحسب نوع التركيب. لكن لازم كل ماده لازم يكون في عندها ثيكنس معين، باخذ انا من السن عشان اعوضها
بالمادة اللي ركبها. حكينا عن الريدكشن والكليرنس، اني اعمل ريدكشن اني احف عشان اعمل كليرنس. الكليرنس ممكن تكون يجينا المريض يكون عنده كليرنس اوريدي موجودة، انه في مسافة بين الفوق وتحت، هاي مرات تكون كافية مرات تكون مش كافية، فبعمل كمان ريدكشن. بالنسبة للمارجن، المارجن اللي هو بينتهي في التحضير عند الجنجرة، أوكي، ممكن هذا المارجن يكون سوبر جنجرال فوق اللثة، ممكن يكون إكو جنجرال، ممكن يكون سب جنجرال تحت اللثة. وفي عنا عدة أنواع من المارجنز، عنا الفيدر وعنا الفيدر إيج، عنا اللايت شينفر، عنا الهيفي شينفر، عنا الشولدر. الفيدر إيج طبعاً هو very thin مارجن، less invasive، ما أخذناش من السن كتير، ويكون في good seal، لكن طبعا هذا ما difficult to visualize، صعب المختبر يحدد بالضبط وين بينتهي، فلذلك ما بيكون داية كتير. أما أن light chamfer أفضل، هذا بيكون 0.3 لـ 0.5، وإحنا بنستعمله في gold crowns. وفي أن heavy chamfer بيكون 1 to 1.5، وهذا مستعمل بالبروسيلان فيوستومنتل. هذا الأخير اللي هو الشولدر، طبعا بيكون تقريبا الثيكنس من 1 لـ 1.5، وبيكون في شولدر يعني في حفة في زاوية قائمة جوا بعد الحفر، هذا أكثر شيء بيكون أجريسيف، بناخذ يعني كمية من السن، وبنستعمله في الأول سيراميك، وبنستعمله احنا طبعا يعني بنستفيد منه للأستيتكس. أنا بالنسبة للإنلاي والأونلاي حكينا عنهم، هذول إحنا حتى to preserve the tooth ممكن إن في تحضيرات نحضرها ما نأخذ من كل السن، زي الإنلاي إحنا نأخذ within the cusp من جوا الكسب، الأونلاي نشمل الكسب. ال three quarter وال seven over eight هذول بيكونوا إحنا نحضر السن لكن مش كامل، جزء منه ما بتحضر حتى نحافظ على ال natural tooth. لهون إن شاء الله بنوقف ونكمل المرة الجاي إن شاء الله، بتكون هاي الطريقة مفيدة، وأي أحد يكون عنده استفسار وديله على الواتساب وبحاول، لكن هاي الفيديو عندكم تقدر تحضروه أكثر من مرة لحد ما يكون ينفع إن شاء الله.